امبارح اكتمل نصاب الفرق المشاركه في مونديال العالم كاس العالم للانديه طبعا. كان في قضيه ثانيه. ايوه احكي لنا بقى عن القضيه بتاع جنوب امريكا الجنوبيه كانت عامله. هي قضيه امريكا الجنوبيه تمام وزي الفل مفيش مشكله، انما مفيش قضيه زي قضيه محمد مجدي قفشه يعني. مفيش قضيه زي كده طبعا، لان القضيه بنفس السيناريو وكوره جت قضت على يعني كان الماتش ماتش سجال يعتبر مفيش حد عالي على حد بشكل كبير، انما جت القضيه خلصت على الموضوع امبارح وكانه بقى عارف ان هو ده مونديال الانديه للقضيه. أيوة. هيكون موجود ده. أيوة. السنه دي نتمنى بقى قفشه يعيد القضيه دي، بس برضو حلاوه القضيه بتاعه مباراه القمه انا بالنسبه لي على مدار وقت طويل جدا مش هضيعها اي حلاوه تانية، لان القضيه دي مش قضت على حاجه واحده بس، ده قضت على حاجات كتير وريحتنا من حاجات كتير كانت ممكن تبقى تحصل لو شفناها بجد يعني، ريحتنا نفسيا وعصبيا وفنيا وماليا. ان شاء الله تتكرر بقى ان شاء الله في كاس العالم للانديه.